ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. لما نتعرف على أهم وأبرز أسباب الانتحار رح يطلع معنا أنه الاكتئاب مسبب رئيسي وقوي للانتحار، والوضع الاقتصادي المتردي هو واحد من أهم أسباب الاكتئاب. بالمعادلة هي منقدر نفهم علاقة الاقتصاد بالانتحار. وبيأكدوا الخبراء المتخصصين بدراسة عمليات الانتحار على وجود علاقة قوية بتربط بين معدلات الانتحار والاكتئاب الناتج عن الأزمات المالية. بالشرق الأوسط للأسف ما في اهتمام بهذا النوع من الدراسات، أو نحن ما لقينا دراسات تعطينا أرقام وإحصائيات توضح لنا العلاقة بين الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الانتحار. بس بأوروبا في عدة دراسات بتأكد الموضوع، وخاصة خلال فترات الركود الاقتصادي والأزمات. مثلاً أعلن المكتب القومي للإحصاءات ببريطانيا عن ارتفاع حالات الانتحار ل 6233 شخص سنة 2013، وكانت النسبة مرتفعة حوالي 4% عن هي السنة اللي قبلها، وهذا الارتفاع كان نتيجة البطالة وتداعيات الأزمة الاقتصادية. وأوضح التقرير أنه أغلب حالات الانتحار تركزت بإقليم شمال إنجلترا بسبب تضرره الكبير من الركود الاقتصادي وشهوده أكبر نسبة من البطالة. وبأوروبا زادت معدلات الانتحار بالفترة ما بين 2007 ل 2009 بشكل حاد بسبب تفاقم البطالة وانخفاض مستويات الدخل نتيجة الأزمة الاقتصادية. وسجلت اليونان وإيرلندا أعلى زيادات بنسبة الانتحار، وهن من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الأزمة. كمان نظام البنوك بالدول الحديثة وقوانين القروض والفوائد يلي بتترتب عليها ويلي بفترة الأزمات الاقتصادية بتكون عالية بتحط كتير من الناس بموقف أنه يخسروا بيوتهم لصالح البنك بسبب عدم قدرتهم على سداد القرض والفوائد المترتبة عليه. وبحسب مسؤولين رابطة مكافحة الانتحار بالولايات المتحدة الأمريكية أنه دراساتهم أثبتت أنه فقدان الناس لبيوتهم هو من أكثر نتائج الأزمة الاقتصادية على الناس، وبالتالي دافع لبعضهم على الانتحار. حكينا بشكل مختصر عن تأثير الأزمات الاقتصادية على معدلات الانتحار. إذا عندكم أي معلومات تانية تشاركونا فيها عن نفس الموضوع راسلونا أو شاركونا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.